Hello everybody, today we're gonna take you visit one of the best places here. So if you want to learn more about Tata. Thank you.
الخوت وصلنا لنهاية اليوم في هذا الدور ديال طاطا الفتنين وصلنا في تازات كنا في المغرب كنا في بلجيكا كنا في بزاف البلايص كنتمنى أن الزيارة تكون عجبتكم.